إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزء سدحات حاشد اللباب بغلية الطبية اللبات قواعد اللغة وحا ألكن أي تلمام يسا قواعد اللغة قيب كمدة أما إري هل إري يو كمدة المفعول لأجل هوي وإريق عدية سببت الشقة اللغة بتي الشقة مركي دعضو الشقة دا سببت اللغة بتي الشيق عدية أما كلمة عدية هل كا إري وحلقو مقعابة المفعول لأجله كي درتي وحلو سميي الأمثلة صاليال أدرس برا واللاحد نفيرسو ينفقون واحد بحنيان ضد كامو من انتي أموالهم حوله ضد بحنيان ما هيو بحنيان ابتغاء مرضات الله يقو دون يرها لأهان إلهي إنا يكو هلان ما هي قبتين واحد بحن بي سميين ما هيو سميين إنا إله رها لأهان كا هلان إرقى ابتغاء الله إله هذا وهو عدين يا سببتي واحد بحن تنكو كلفتي ضد كامو من انتها أرجع محله يقانا مفعول لأجله كي درتي وحلو سمي ولا تقتلوا هاللينينا أو هدلينا أولادكم أمتكينا خشية إملاق إذن كو فقر إيا فرمنان كبقية يينا حوله إذن كبابان أما إذا كده ما هذا عروت هاللينينا واسدي يعني عربت يورين ترين وحان سيابا ما هي يعني هو المهين خارجيو خشية أكذا حسمينينا فعلك وحا lagaa joojinayna uu noqdo waxa samaysana uu noqdo imanka waxa weey iska daaya dilka aad u badkiina laynaysan maxaa u laynaysan khashyata imlaaq kayaabid iyo kacalool weydsanaan aad kacalool weydsantiin inay faqriidun ku dhaco xoolaha aad wax siisan weydaan khashyata eraygaas wuxuu cadeynaya sababta dilka uu sameeynaan keekini wax dilaan keenaysa waxa la yiraahdaa erayga mafcuul li ajlihi ki sababtiisa wax loo sameeyay waa ki dilka uu geysanayeen dartii eraygaas la tilmaamay khashyata يجعلون أصابعهم وحي قلينيان فرهود في آذانهم ديقهي قلينيان من الصواعق دنبيضة إياه هنقر كي ينكد كدعية كو الرب كهلي أو كسي من السماء فيه ظلمات يعني دار ضدو كهوري مهيقان أو كتر قدعر مغنقوي ودمع أو دبادنا ديقها فرها قليي إياه أو يعني ينكد كا إياه هنقر كا إياه مارتي بحي درتي ayay u galiyeen maxay u galiyeen dhagaha marka hadar al maut absi ay ka qabaan iyo digtoonaan ay ka qabaan yaani hadar asalkiisu waa digto waa absida waa ka baqayaan oo ka digtoon geeri in naftu ka goodoba kaba kogto sanqa dhaawayn darteed ereyga hadar wuxuu tilmaamayaa sababta faraha u galiyeen dhagaha kaas la yiraahdo mafcuul la ajli ki sababtiisa dhagaha faraha loo galiyay walaa tumsikuhunna dumarka ha haysanina diraaran waxyeelo iyo dhibun ha u haysanina haddii aan dhaqasho u haysanayn dhibha u haysanina iyanaad waxyeelaysaan waa waxyaabaha ku dhaqmi jireen yacni kuwii jahiliga ahayna gabadha furaan oo haddana soo ceshadaan oo ay haystaan oo haddana soo ceshadaan waxyeelaha u haysanina litactaduu si aad u xadgudubtaan oo gardarro aad u samaysaan sharci darro ah marka ereyga eegada diraar waa mafcuul la ajlihi waa sababtay u soo ceshanayeen gabadha inta furaan u soo ceshanayeen u haysanayeen waa maxay inay dhibaato gaarsiiyaan dabeednaha samaynina baa la dhibaatada darteed ha u haysanina dumarka ومفعول لأجله وإن منها دغحانته وحا كميدا لما يهبط قار صوداته محايا لصوداتا من خشية الله عبسي إلهي درادين محايا صودادي إلهي عبسيس إلا صوداتين محايا قبتان دغحانته شقي سميين شقي أسوا محايا وانا صود عين ويمال سركة صود عين ويمال هسو مثلا صوداتين محايا سميين من خشية الله عبسي إلهي مفعول لأجله مرنا والا كردبا مرنا من بالغو هوسبا مرنا الله أنبال وغوص دبا كانوا كلامين بكوص دميا ويسبح الرعد يعني وحا أمانا يا أنكتكو ملكو أنكتو يعركو إلهي بو أمانا يا بحمده إساقو مهدنقنا قدريا والملائكة ملائكتنا ويا أمانا يسا من خيفته عبسي إلهي كبغاريا درت إلهي كبغيا مركا محاي ملائكة إلهي بو أمانا يا لو عابديا عبسي إلهي كبغيا من خيفته مركا هو مفعول لأجل هيجو لغو هوس دبي من لغو هوس دبي ابتعد ابتعدت ابتعدت
وحد كفوغاتي عن المعاصي الدنبيه دي بات كفوغاتي خشيه لله عبسي هذه الهي كبقى شد الهادي محو الدنبي قوغر ده راضي الهي ابو كبقية خشيه مركا وافعو اللاجله ام وحل الله كره ابو قولي او لخشيه الهي ودلان كرتا والله بات كوز دبي كرتا الهي عبسي دي سدرتي والله متعليل باي دبلا الى هذا والله بكاس علو فايدني وكي حرف كجارها لكن علو فايدني لا متعليل وحويان كفعل كمضارع نصبية لكن كاني وحويانين وكي او علو فايدين اسماء الجريوي او من خشية الله عبسي الله درتي اياد معاسي وقفوغات صدح ذا عراب وضبوي كوكو بناي انا اتكر روضو او المفعول لاجلي كوكر روضو انا منكو خوص روضو انا الله مخوص روضو الشرح هذا هو عدين الشرحات يفعلين لاحظوا في رسالة طبعا أن المسادير المستر هذا التي يريد المستر كأه تحتها خط حريق كهو سيال في الأمثلة السابقة يكترة صالية شهرة جاءت واحد أي مادين الله مصادر الجملة لبيان علتي إن عديان علتا أما السبب توقوع الفعل الشقاد والعضي فهي هذا طبعا يدو ومستر هذا سي إذن مركا مرها دي سببتها أي مادين مفعول لأجل هوه ومفعول لأجل هو عديا صوت شقد الله قبطي مفعول وما معناه ذو كيلو سميين لأجله درتي شقده وهي هذا بيد الجواب وهي أج مستر هذاسي جواب واحد جوابيهن للسؤال السؤال أمو ويدين لما حدث الفعل أو قدر مقام تعلق ما هي شقده ولا عذبا ماشي كشرته ترى طيب صوت واحد كجواب مفعول لأجل هيجا فعلى سبيل المثال تصارع هذين أصوا قادم وضت الصلاة هذين وكذلك أنهم حي لما ينفقون أموالهم تدكم مؤمنين تمحي حوله ذو بحنيان هذه السؤال ثالث ودي لما ينفقون صو إلى هم أورانين ينفقون أموالهم سؤال بقى ماش كوشت لما ينفقون أموالهم محي حوله ذو بحنيان فقال سوا حل ليه الجواب وحوي ابتغاء مرضات الله رالي أهان إلهي بكدونيان ثالث جواب توصى مفعول أجل جوح كتجواب سؤال شا قدرا يا قرصون سواش قدرن أي قرصون معناه دي هاي ما هي أولع شقدن وإن كانت هذا ديت هاي علة الحدث أفرسو علة الشقد أولع ري فعل أولع ري غير مسترين هديت علة عدين سا مستر أنا وهاي أرجع عدين يا لم تعرب ولا ما يعرابه مفعول لأجله الإعراب مايو هدو أرجع علة عدين يا مستر نقوم وياك مفعول لأجله هو حشر دواي المستر هاي هدي مفعول لأجله هو أنا مستر هاي لما خربوا إيه والله هوس طبعا مثل واحد كملا والأرض وضعها للأنام دول كله هو اسمه مخلوق غيس للأنام وأكون له أبو رجل الكسوة معها لكن أنام مستر به ما تبين الله بلقوه هوس تبي هذا مستر هين وإذا كان المستر مستر كهدوية هي غير قلبي وعن قلبك كسوة قين أخذ هدوية هي فإنه يجر والله هوس طبعا كل كانه ولا يصاب لما كربوا هذان قلبك أهين لما أنا كربوا والهوس طبعا يسجنا ومستر الذي فعل كل وقت عضيني لكن قلبك كما صوب إن إما ابتغاء هل كي وحلاق دونا قلبك على قدونا خشية هل كي على قبقة ذا قلبك على قبقة ذا هذان وح قلبك أهين إسم الله ما كربوا والهوس طبعا مثل وح كم إذا تصارح نسق وحوي وكي أها مقرن إساء مفعول كي شروط لما يستكني ويان واحد مدين وكان أصواق أتكن أصواق أنا كهروي ولا تقتلوا أولادكم أبتكين هاليننا سؤال خشية تماها خشية تملاك إذن كوكب بقرية باهية فقر هذا عبس سؤال كيف تماتا يورورك وقلبك سيامرك والكرن بيك خشية تبع لورني والله أحد في رسو أنه يجوز وحبنان نصب يجوز وحبنان جر هذا المستري مستر كان لفتي سئل الخاص دبو مستر كواكي مستر كان المستوفي لما يسترتي للشروط الشروط أن هوس شو شغني مستر كان لما يسترتي عدينا صوبت فعلك مستر كأه قلبك أه أخد لفتي سال جوز ده بكرة ما هي بالحرفين لبعض حرف على جوز ده بكرة أو كلام هاي من أو لا من يلا ما تقول ده بكرة كشروط لما يسترتي هذا وانت كل بكرة الله بده بيسك كما يظهر سيد كم كما يظهر سيد كم قدر ذلك عن تاسي في الأمثلة الثلاثة صدحة صالة الأخيرة الدنباء أيو كم قضى محايا يعني صورة لخشية الله أو من خشية الله أما ومنها وإن منها لما يهبد من خشية الله باكم إذا والملائكة من خيفتي كويوغا معا كتشرة
waxa ku jira isagoo min lagu hoos dabay ayaa ka muuqata. Wuxuu dabadeeyay wallahi saa ka muuqata way juus waxa hadaba banaan wuxuu halkaa ku leeyahay marka hore hadaan ciladu master ahayn waad soo marto lama kordhobada wal ardu wadaaha lana biba kamida masterku hadaanu qalbiga ka soo in ama wax qalbiga la xiriira aanu hayna cilabaha ahaada lama kordhobo haddii laakiin uu masterku cadeynayo ficilka shaqada loo qabtay wax qalbiga ka soo go'ayna uu yahay masterna uu yahay mafcuulaa jiriba laga dhigaa waa la kordhaba isagoo shuruud u dhantahay haddana hoosta waa lagu samayn karaa oo kala ah laba xaraf oo min iyo laama dabeedna hadda wuxuu kuugu daray way juusu waxa banaan taqdimu mafcuuli liajlihi mafcuuli liajliga waa lagu horeyn siin karaa calaa caamilihi caamilkiisa waa lagu horeyn siin karaa oo ficilka uu ka soo horeyn karaa mansuuban kaana ama ha ahaado eegada mafcuuli liajlihigu mid la kordhabay aw ama ha ahaado majruuran mid la hoostabay midlu tusaale ahaan ragbatan kalgacayl iyo jacayl dartii eegada falcilmi cilmiga aan jeclahay ayaan saafartu u socdaalay oo aan maartay sac u socday oo ama dal kale aan u tegay ama haddeela meel fog aan ugu socday u fiirsan ragbatan waa masar wuxuu cadayna sababtii safarku u cadaynaya laakiin xagguu maray xagga horu maray saafartu oo ficilkii oo caamilkii kor dhabayay ah uu ka soo horeeyaa laakiin masarkani ma yahay ma suruudina maystaha halgee jacayl u ka yimaadaa waa qalbiga nacaybka lagu ka yimaadaa waa qalbiga cabsidu halkee ka timaadaa waa qalbiga masarka waa la kordhaya markaa haddana wuu ka horeeyaa ficilkiisi waa wax banaan walidiraasati waxbarasho daraaddeed baan saafartu ugu socdaalay darasa diraasatan waa master sababtii socdokna way cadaynaysaa waana hoos dabanto laan baa lagu hoos dabay shuruuddina waa u dhammaystiran tahay laakiin ficilkii wuu ka horeeyaa alqaacida imkana waxa weye gundhigii baan soo qaadanaa si lasoo koobo almafcuulu liajlihigu masterna horta waa master waa inuu master noqdaa ismigaasi waa qodob qalbiyun waa inuu wax qalbiga la xidhan noqdaa waa laba mansuuban waana la kordhabaa yaati wuxuu yimaada bacda alficli ficilka uu ka dambeeya inta badan muxuu uga dambeeyaa libayaani cilatihi sababtii ficilka loo qabtay buu cadeeya iyowa sababihi sababtiisii way fasirayaan cilad iyo ma kala fogo sababtu sababtu ficilku u dhacay iyo maxaa kalifay ayuu cadeeya wa huwa isagu jawaabu wuxuu jawaab u yahay lisu'aali su'aal qarsoon oo aan muuqan oo maxaya lima xadaa alficlu shaqadu maxaa u dhacday ayuu ka jawaabaa haddii la isweydiiyo si toosa la isu weydiiyana jawaab toosa buu noqdaaba wayajuusu jaruhu waxa banaan la hoostabo bimin baa lagu hoostabi karaa aw ilaam ilaam baa lagu hoostabi karaa wayakharu waxa hadaba badan aljaru hoostoogaasaa badan in kaana hadduu yahay almasteru master kan mafcuul laajlihigiihi muxallan bial mid al lagu daray hadduu yahay hadduu master mafcuul laajlihi hadduu al leeyahay hoostoogaaba badanba wayaqilu waa yaryahay hoostoogu in kaana hadduu yahay masterku mujaradan mid ka qaawan minha al haddaanu al lahayna in la hoostaba way yarta kordhoogaa badan waidaa jura haddii la hoos daba hadaba fainahu yucrabu waxa la icraabaa mafcuulu lajlihi ayaa la icraab cafwan waidaa jura haddii la hoos dabo fainahu master kan mafcuulu lajlihiga ah laa yucrabu la icraabi maayo mafcuulu lajlihi lama icraabaya jaari majruur buu noqonaya wainamaa yucrabu waxa la icraabayaa jaaran xaraf wa hoos dabay wa majruuran ismi la hoos dabay mutacalliqan oo ku xidhiida macnihiisu ku xidhan yahay bimaa qablahu waxa ka horeeya ayuu noqonaya markaa ee mafcuul laajiri lagu sheegi maayo markuu hoos daban yahay isagoo ciladii cadaynaya masterkii ahoo qalbi ah mar haddii la hoos dabo waa mafcuul laajiri la odhan maayo maxaa la odhanaya waa jaariya majruur baa la odhanaya marka uu ka baxaya magacan la ilaha maxay mafcuul laajiriga tadriib imika waxa weeye waa laylis daa waxa dhigtaa haddan xariiqu hoos or taxata almafcuul laajilihi mafcuul laajilihiga wixii ah xariiqu ku hoos qor qalinka mari fil jumal taaliya jumlooyinka soo socda wixii mafcuul milaajilihi ah ee ku jira adigu sumad oo xariiq ku hoos qor waxaa ka mid a fa ama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa qalbigoodu marooro ee qalbigoodu qalloocan yahay ee xaqa uu ka leexsan yahay fayatabicuuna waxay raacayaan oy dabagelayaan maa tashaabaha waxa isu eg oo minhu ka mid a qur'aanka ayay dabagelayaan oo ay maaragtay faallayn iyo faritaan ku samaynayaan iyayna kolbanan u leexiyaan oo kolbanan u jeedaan maxaa ku kalifaya ibtigaa alfitna waa balaayadoon balaayadoon ay fitna iyo balaayo ka doonayaan diinta iyo iimaanka iyo diinta dhexdeeda wabtigaa taawiilihi waxaa kaloy doonayaan inay qur'aanka fasiraan oo aysay doonaan u fasirtaan hadda u fiirso oo aysay doonaan u leexiyaan haddaba
waxay raacayaan ficil bay sameeyeen maxay daba galeen oo ay haddana ay farayaan kii mutashaabiha quraanka macnayooga badan yeelan kara kow maxaa ku kalifeen daba galaan wa kama fulaaji lihu ibtigaa taawiil hadii la lima yatabicuuna almutashaabihi marka hadii la yiraahdo waa la ibtigaa alfitnati wa ibtigaa taawiili waa maxay waa la mafcuuli ajlihi oo isku cadfan weeyaan kaas waa qodob labada wax xariiq baad marinaysaa laba ومثل الذين ينفقون أموالهم كوا بحنا يحوله هر إله وبحنا ما حلو بحنا ابتغاء مرضات الله يقول كدوني رال أهان إله كجهلا وتثبيتا من أنفسهم نفتوض أو كل صن أبالك أجر إلهي سني إيمان كود أو قوية وإيمان أدقى كمثل جنة بالربوة وحاي بحية وحلا مدي هاي كنا كطالب مال كورار مال سرع ماشة سرع markay biyo hayso way ka wanaagsan tahay meesha hundaha ee hoose halka hundaha ee hoose huur bay leedahay hawada ku yar halka sare hawada ay heshaa waad ogtahay hawadu iyo oksijiintu iyo waxyaabahan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay u baahan yihiin marka ay wax baxayaan dabadeedna meesha sare hawadu soo qabataa biyo oo helaysa dhaawacdan hore ugu dhacda dabadeedna si fiican bay ay u baxdaa laakiin halka hoose inay ku gubtaan baa laga yaabaa dalaguba halka huurka kol kasto hoos dhulka loo siglabo guurka bato markasto kor looga soo baxana hawada badata hawaduna qayb bay ka tahay inay si fiican wax u baxaan hadaba maxaynu kuwa xoolood bixin maxay u bixinayaan ibtigaa mardaatillah ibtigaa marka waa mafcuul laajili waa sababtii ku kaliftay inay wax bixiyaan maxaa kaloo kamid wa tathbiitana waa kamid kalsooni ay qalbigoodu ilaahay ku kalsiyo abaalmarinta inayna waxa ilaahay ka waayeen isla markaa iimaankooduna mid adag u yahay oo qanaacad iyo iimaan weyn bay qabaan waxa markaa ku sii xiga talaata waladina takhaduu masjidan kuwa dhistay ee samaystay masaajid waxaa ur samaystan diraaran dhibaato iyo waxyeelayn iyo dhabar jabin ay muslimiinta ku yihiin waa mafcuulaajili waa kaa waa kufran gaalnimo darteed isna waa mafcuulaajiliga iyo wa tafriiqan kala kaxayn iyo kala qaybin iyo kala fogeyn bayna almuminiin ay muminiinta kala kaxaynayaan waa mafcuulaajili saddexaad wa irsaadan waxay ku sugayaan halkan oo ay ugu baaqayaan liman xaarab allaha wa rasuulah kuwa ilaahay rasuulka la dagaalamaya halkan u joogaan oo ay warka siiyaan oo ay isku xidhan yihiin oo ay soo hogaaminayaan irsaad halkaasay kuwan ku sugayaan irsaad waxa la dhahdaa had iyo jeer marka kan dhul jiifka aynu odhan jirnay ee kaymaha u gala maaragtay safarada iyo dadka baahan ee dadka socda ee tuugta dhul jiifka ah ayaa la dhahdaa yacni rasadi waa qolada rasadi kuwa ilaalada ah ee cadowga ilaaliya meelaha jooga marka kan waxa weeyaan irsaadan wuxuu halkan usii joogaa kuwa cadowga ilaahay ee ilaahay rasuulka la dagaalamaya waa kuwii munaafiqiinta ahaa ee u baaqanaya gaalada ee ka xarig xidhanaya ee maaragtay tusaya baahi dhibaatooyinka muslimiinta iyo goljilicda muslimiinta iyo halka laga dili karo intaasay basaasayaan oo cadowga halka u joogaan afartaas waa waxa weeyaan mafcuul laajili oo masaajid wax kale uma dhisan waa shirqool waa waxyeelayn iyo dhabarshiin muslimiinta waa gaalnimo waa kala qabinta muslimiinta waa taageeridda iyo maaragtay u baaqidda cadowga islaamka ayaa meesha u samaysteen gebigeeda intaasoo dhan baa mafcuulaajili mid walba ood calaamadin kartaa arbaca walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha bi'inina dhulka ha kharibin ba ilaahay leeyahay bacda islaaxiha intii ilaahay hagaajiyey kadib dhulka gaalnimaha ku kharibina intii ilaahay islaamnimo iyo iimaan ku hagaajiyey kadib wadcuuhu ilaahay barya oo caabuda ilaahay caabuda khawfan wadamacan idinkoo ciqaabkiisa ka baqanaya jannadiisii dembidhaafkiisii nicmadiisa rajaynaya marka khawfan iyo damacan labaduba waa loo mafcuul laajili kana waa mid gabay buu kana yahay khamsa yuqdi xayaan wa yuqda min mahaabatihi falaa yukallamu ilaa xiina yabtasimu yuqdi ishuu fooriyaa isagu indhaha hoos buu u rogaa xayaa-an xishood aawadi wa yuqdaa ishaa laga rogaa isagana isha waa laga foorsadaa oo indhaha laguma caddayn karo min mahaabatihi haybad iyo baqasho laga baqanaya wejiga la siin karay falaa yukallamu lalama hadlo ilaa xiina yabtasimu markuu dhoola caddaynayo qosla mooyaane lalama hadlo markaa nin buu amaana wuxuu leeyahay isagu dadka xishood buu ka foorsadaa dadkuna cabsi bay uga foorsadaan waxaa lala hadli karaa uun markuu dhoola caddaynayo
عمر قايري يقضي حياء ويقضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم يقضي حياء يعني وحو إيش الرجاء أو إنها كفر يا دتك عبسي حشود يحيى يعني دتك أو كحشود كوا بني ويقضى من مهابتي إذن إيش هو اللي جرجاء وعيش اللي جرجاء ولا غبقة فلا يكلم ولا ما هذلو إلا حين يبتسم مركو دول عدين وقصر يمويا مركا إيه هذا حياء أبوي سقط دتك أو فورس دابوي ومفعول لأجله منصوبة ويقضى من مهابتي وحال لغا فورسدا عبسي دراديد من مهابته ومفعول لاجري من لغو هوس دبي لبدا علامه كرتا دبا ذكر لي حد وحتى تجافا جنوبهم عن المضاجع وحا كفوغادي دينعيودودي با كلكا كفوغادي ميلهي جيبسن لهاين او هرددا كو يرويان يدعون ربهم اللهود بي بريان ويعابد خوفا وطمعا يغو نار اي عقاب كبقيا رجين جنة اي ابالمرين لبدا اني اسلي هلان نارنا كبد بادان نعمة إلهي نهران ورزقناهم ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ويحي آنو السنين وحبا كبحنايا وقعان تودن وفرانتها إيمان كودن وحب هبين يمكن عبادة وضان دبدأنا ومما رزقناهم ينفقون ويحي آنو السنين وحبا كبحنايا سبعة من قام ليلة القدر قفك استاقى عبادة أسرك عهبين كوين يبشر بدان كتشرا إيمانا واحتسابا استقوا إلهي الرميسان أودد معاكو كلفة يأينو سركعو عبادوكعو إيمان كاكو خصبية واحتسابا أبال إي أجرنا إلهي بكدون إيان وفر الله ما أتقدم من دنبه وحيال دنبيه روغر عبا إلهي ونافا قفك سيداعي يالا منقام مركا محاك عدكو كلفة إيمانا واحتسابا لابد أسوأ لبفعل لأجله ولابد أوكعي إنو إلهي الرميسان يهي درتد وأمر كيسا قادنا يو أبالنا إلهي كسوكي مش الشاب وها وسعودي إلى كده يردها خلف أبيه مش الشاب نكده يردها وسعودي خلف أبيه أبيه ده بس عدو كده بيه احتراما له سواء حرمين أيو أبيه وينين أيو ديرين خرس عدو أيو دبقة لأبيه مركا هو محل قاس احتراما كما طلاب قابنا إنه كده طلاب ليري بالغي يابا منو قرب قليل منو هرقلين وتبقى احتراما له مرقى احتراما هو صوابته كل فتين وخدم بأيه صعد موسمي وشقه شقه حق دمه أمري شقه قبطرته محاوى صعد صعد وشقه لكن حق دمه صعده محاوى كل في احتراما مروا البشقه لقبان يوادر كيسا مارت وانا دو فرزتا شقه وان ميلابا دمه لقى قبطه إما يقضي مركو ليه انده الرقى وشقه شقه لقى قبطه وفورسي أو فورسين يا شقه قلبك لقى قبطه شقه نواه هذول لا ونيودي واشق قلبك على قبته حبناها على قبته حبين تويرها نقطه توينها نقطه شركة قيوب بدنها هاتو يعني شقده على قبته ماها وحكو حرنا وكليا كم حدناين مارته وح مغضون حتى قلبك ينقون كرتها وهذا نيده وفعله قلبي وين ووح قف قلبك كمان نعطف على يتامى وهنقول حريصنا تذكر قومتها رافة نحريس أودد بهما يضم غشوا يضم غنين رافتن توا وحيابها لو قلنا حريسني أمل لو جد بعسناني وحلو قط ريا غنت تدريب تاني ليلة كلامات يجعل كذي الكلمات التالية كلمتها صوص عضة مفعولا لأجل هذا كذي في جمل من الشايكة وحنا قدرتها جملة أذوق على عريسي وثربور كذا أذوق لأرحي أريد أنا لقصير يعني مفعول لأجل كذي أو كم يشري جملة أذوق على لأرحي محي يكون مركا رغبة كالقعيل حرصا دادال قفك ودادالي وحكو دادالي إجلالا وينين إيو تعظيما وينين إكراما إيا شرفتو إيا رحمة النحريس إيا محافظة إلالين إرايادا واحد كاردكتا أدوق مفعولات لكاردك سيدة من بني أمية أقول حنك شاكرنا قبض مروءة أو يعني مارتي مرو نبغور هي قبي أو يعني مروض كوبات أهيد وقت جيدي أو كم ذا ربني أمية ويعني خلافتي ربني أمية قبل كت نلاتي أو بقر كنالي أو بقر كنو جورسدي الله بقرنا أولهاين كانت واحدة فاطمة بنت عبد الملك قبل دي لورنشري
مجلس واحد فديدي في طرف المجلس مجلس قول الله فديه قول الله فديه أو قريب بقرته يدعى عرف كيسة يدعى الكيسة فديه كوني فديدي مال كونا فإذا مركا واحد مقاشا بصوتين لبعض لبعض واقبا بحي ويملأ آني بوحيي جوانب القصري بقر عفوا محوها قصر غير مدح تويدا أما فوقا مدح تويدا اسمها مدح تويدا وطنب عدك في قاري لين عيدي سونا هذي كونفورتا هذي وقويتا هذي باليتا هذي قلبيتا أفرتا كون ربع عدك نعي ربع عدوك نعي وقيلة دير أي مقشي صوت فيه عدو حكوشري الفجيعة النحدين أدبو النحدين بوحن بارسنا يولا آلام حنون نبضا يقول ألم حنون بدن أيوة حمبار سلامي وعد برورة أما يعني نحدين لبوها هو عد كاسوها نعيو نعيو أمير المؤمنين كيري دي أمير المؤمنين كالا الشيخ مركا هو يدو ولال كده نعي يعني وحل سيداي إنو كيريو دي أمير المؤمنين عد كاسي عد دي أربوها نحدين بو حمبار سنة إيا حنون وصوت عد كلا بحي وفيه أي كجرتو الخيبة قلدرها استغنى للناس تدبكوا قلدرها استكوه ويعود كاكرنا والبشارة فرحات بوها للناس تدبنا عود كالو ضدك قارنك نحن قارنك فرحين اياك صوت وبحين وفيها الدهشة النحدين باكو شرطي استغنى النحدين لجمع تدبك خنحي بدن هو استغنوها اعلان تسمية امير المؤمنين ان الاغيسي او لغوط واقعي مقع عابد امير المؤمنين الجديد عصب marku dhintay ee amirki hore in amirki dambe lagu dhawaaqay oo isagu laba dhinac dadka qaarna ay ka naxeen dadka qaarna ay ku farxeen oo yaa la magacaabay Umar ibn Abdul Aziz ba la magacaabay oo markuu inaadeerki dhintay Salaban ibn Abdul Malik ibn Marwan ayaa isagu waxa saaray Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan yaa la saaray oo inaadirkiya gabadhana boqorkan walaalay ahaayeen inaadirkeedan la saarayna uu qabay marka labada dhawaaqba waa maqashay tasawrat waxay sawiratay waxay fahamtay waxay garatay yaani tasawr waxaad garato waxay garatay faadimatu faadima hada kullu waxaan dhawaay garatay waxaan odhan way garatay in walaalkeed intee amirul mu'minin oo ninkeedina la saaro oo inaadirkeed rumana way garatay وما شاركت وما شاركت وحا قلو غلطي وحي لو وداغتي نينكيدن فيه شيغا او من النعم نعموينا نعموين كلا سو مرتين وهي حسوتي في حياه نور اي سو ودا نولاين اي كو سو مرين او عاشاها لبدودو اي سو ودا نولاين فاطمه بنت عبد الملك هي عمر بن عبد العزيز او المادر هما او اسغنا اميره او مدينه دون هيستا لا يبلغ ما غاري كره نولش سومرن الخيال يعني مل اوالكو مداها هيركي غادي ما صورن كرت مسخخد واخ مسخخد اي عبري كرت ما اها راحه سومرتين مل اوال هدا تا كو سمي مثلا سكستو اود شي وناغسن او صورتو بالله هدا الشاربو بالله هدا واخ هدا هدي جور واخ هدا المتخلم كشارب المتخلم كالحالم وسامع كشارب يعني قفك هلا يا واسيدا نينك هسال لسيا نينك ديجيسين واسيدا نينك عانها رمية مركا عانها شيء عانت رمين عانت رمين ميات يكره نمي مسكوب يتبع ماي وحويان سكستو أصل هذا بقولي يا أصور مسكح عهان هيرك راح يسوي ضمرين عقلك خيالك مكيني كرو خيالك وما الأول مسكح على القصة ما يسوي لقوا ما صورنا كره بقولي لا يبلغ ما قاريو الخيال ما الأول كي يصورات مسكحين اللي جوع العليا مداها راحوين كاي صوت مرين هيركي اي قادي عقلك ما صور كريو وكارد وحي هاي إشارة هدوح تلمامو ويضعو تلمامو وحي اهان جرتي عندها قبرنا فاطمة اكتيدة امرا امرو بحي هدو فرطو وحكو فيديو امر اي فلو لسي اهي وامر كي سميسو علنين والرغبو تها وحي يدو دوني سانة عنده اكتيس وحي كاي فرضا واجب كوكالي مو علنين سقونا لا وصاي سوق في عم بهاي لا تخالفكم اي ديدي جيرن كما هي هول ايمان جيرن في شيء شيء اي كو ديدي جيرتي مو جيرن ولغيد يا لهيد
ولا يرد لما سوء علين شرين لها أيضا لو ما سوء علين شرين عنده يساق ألتيسة طلب واحد طلب ولو سوء علين شرين مو شرين هذا وحقا عطته لما سوء علينه بعد أن ولي مركو قبطي قعنت أقول لي كذب عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الخلافة مركو بقرطوية الإسلام قعنت أقول لي بعد سليمان بن عبد الملك أفرس وإلى ذلك أسيدينا كذب مركو لنتي قال وحكول لزوجتي حاسكيسي وفاطمة بنت عبد الملك فاطمة وحكول نقد نزل بي وحا يقول وحا يقول وحا يقول سود دقي وحا يقول سوها بستديبور نزل بي وحا دوشة كاقي مات هذا الأمر أرنتنا أعيقو صوب حصتي عنك مانت أرنتنا أبو قرطوي الإسلام كإن لي ديبا وحا دوشة كاقي سود دقي بور وليس صوف ولوية وحملت وحا لإيا حنباري أثقل حمل ورايسكي waxa la xambaarkii u cusla xamil waa lowrka lagu saaro waxa la qaado waxa u cusla baa la xambaariyo wasa usalu waxa la weydiin doona ani qaasi ka fog iyo wadaani ka dhaw oo min ummati muhammadin ummati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo maanta adduunada ku nool ana xilkooda la weydiinayaa walan tadaa kama tagayso hadhihi muhimmatu shaqadan la xil saaray iima soo reebayso fadlatan wax dheeraada oo min nafsi xagga naftayda waqti ii soo haraya iyo wax aan arintaasi inta la eeg waqti iigama soo harayo naftayda oo dhan ma ku baabaysa ku dhamaanaysa wax ii soo haraya ma jirin laaquma si aan u qabto wax aan in aan ku qabto oo naftayda ka soo haraysa ma jiro xaqiiqii calaya xaqaad ugu lahaan jirtay xaasnimo iyo haddii alla idmo xuquuqdaad ugu lahayd wax ay soo haray oo ku fulin kara ma jiro gabigeedaba xilkan la yisaaray waa xil aad u culus oo aniga la weydiinayo maanta ninka halka ugu sheeysa ku nool ee muslimka ah iyo ka ii dhow xilkooda la iga doonayaa hawsha intaa la eegay wax la qaadan oo culusi wax naftaydi ka soo haray shaqada markan u dhaqaaqo oo xaqaagii aan ku fuliyo oo aan ku ag joogo oo aan kula seexdo oo aan hadal ma jiree wax weyn baa soo kordhay buuri culays baa soo kordhay ma jirbo walaam tubqi shaqadan ii reebi mayso li aniga iima reebayso li aniga araban wax muraada finisa dumarkiina muraad ay u reebaysaa ma jiro aniga dumar waa baan kala tagaynaa buu shaqadan aan hayaa shaqo dumar ii saamaxaysa iyo inaan dumar ka dhala iyo inaan dumar la dhaqmo iyo waxa maba habuuri gabigeeda waa la hadlay jeer dumarka iyo dhaqankooda waxa ugu liita dadka siyaasadda ka shaqeeya dadka ka shaqeeya aqoonta cilmiga fog iyo cilmi baarista dadka ka shaqeeya maaratay dhaqtarnimada iyo cilmiga wax alla wixii maskaxda ka shaqeeyo dhamee dumarka iyo xiriirkooda way yareeyaan gabigeedaba rasuul leeyahay walam tunqi iima reebaysa li aniga arintani araban wax muraadaba inaan ka yeesho maxay finisaa dumarkii nin dumar muraad ka yeelanayo meehi askarigaya waa ugu fiican baaleeye xagga dumarka iska maaratay aan shaqo weyn hayna isagu meelahaas ka jooga iyo kuwan xoogooda ku shaqeystay xamaalka iyo kuuliga iyo gacanta shir ka shaqeeya iyo maslaxad ka shaqeeya laba maslaxadba ku shaqeynaya ninkani maslaxada ninka shaqeeyana ma guddoodaba gabigiisuba marka wuxuu yidhi anigu nin maanta waxaanu nolosha hore ahayd nin ka haajiray baan ahay buulay waana anigu laa uriidi ma doonayo firaaqaki inaan ku furana ma jecli hadana walaa uriidu walaa uusiru dooran maayo kaa doorbid maayo fi dunyaa intan adduunyada ku noolahay axadan qof calayki adigaan kaa doorbid oo dumar ihina ma jiro dumar iyo raaxadoodiina waqti uma hayo walaakinni anigu laa uriidu doori maayo dulmaki inaan ku dulmana doori maayo xaqaagii meel kaga dhacana ma doonin waaqshaa waxaan ka baqayaa hadaba allah tasbiri inaad u adkaysan kari weydo maali nafsi nafteeda waxaa ku sugnaaday maanta min alwaani alcaysh oo nolosha midabadeeda ah haddaan raaxo ku noolaa raaxadii maanta kuma noolaanayo haddaan waqti ku hayay maanta waqti kuma hayo noloshii baa isbedeshay midabada ilaa xamil weydana waan ka yaabayaa buu leeyay midabada ay noloshaydu yeelatay ee isbedelka ah fayshiita hadda adigu haddaa doonto sayartuki waxaan kuu kaxayn ilaa daari abiyka guriga aabbaha baan ku geyn ood kugu celin qaalad waxay tahay wamaadaa wama ladii xamalaki xamalaka wama ladii xamalaka maxaa kugu xambaaray maxaa kugu kalifay maxaa wacay calaa hada inaad aniga ikahayso
قالت وحي تري وماذا أنت صانع ما كان يقول يا بهي جيسو أنا محاط قمني سا محاط طمين وماذا أنت صانع أذو حاط قمني سوا محي مرة أنا جيك حيس يقول يا بهي جيسو يدقو عيسان دي انتهي سوى موغا إلا بهي نمان نولئ ولا ليه دبا حتى وقد دي بغرطة وارد انتهاني غار كودي مركا أذو حاط قمني سوا محالي هذا قالوا يقول إن هذه الأموال حولها التي حولها تحت أيدينا كعمه إن كهو سرته إنه ما أنت عينه هيسنه وتحت أيدي إخوتك ولا رها عن هنتي تنقع أنتو دخو سرته هايستان وغربائك حكتدا دوحي هايستان أرنمي قد كانت وحي هايان كلها لما أنتو دمركي هوري من أموال المسلمين حوالي المسلمين تلقى قادي ويان يا مامل كي يبغرتو يلقى قادي وحدي تكو دي يوكو شقيستان معها وكو وقد عزمت وحنقو أنصدي وقد عزمت وحنقو أنصدي على نزعها حولها إنا كقادو منهم إيجا ولا لها يددك حكتدا دا بقر كان رياب بقرة بقر تويدن قويس كان عينو النهاية إلا هو المادر هما هي إنا انك قادان دوني يابو وردي هاي نان كعلي إلى المسلمين المسلمين تي إنا بنك قودو كعلي أن دوني يابو وأنا بادي من نفسي أنا إسكا بلابايا وحولا هيقا أغوه الرينية كويقا يا أغوه الرينية ولا الأستبقية مسور هيبا يا أريق حولا هيقا إلا قطعة وحول قطعة أرض وصلت قيب ير أو رؤى أولي أروى عليها حولها كسوها لي جيبي قدبا حولها إنه هاي سنة أكتهي وحن كسوه ربي أنا قو إنت إذا شجير أو رؤى إن ير أو رؤى هو مارت يعني شجع ير أو رؤى بنك سوري يوم أيا كسوه ربي إن ير أو رؤى وحن هاي إنه ميشا كسوه ربي مشروع حن لهن شري اشتريتها انت روح انا سوري اني جايبسدي اشتريتها انت لو كان جايس من كسب شقار وا شقيسته هوراي وان خولها البقورتويد اينو كو هليو حنان اهين ايان كايبسي انت يلو ان يلو كدونا حلاله انتاسا وح ادونك اي حلاله اي غاره جرت انتاس ما نسو هريا وصاعيش وان كو نولان دونا منها انتاسا كو نولان دونا وحد دها كليدين الله وحي الهي غسيو خلكنا دوان وديا فان كنت ادو هدا هدا اتهي كمر يحي سألوا نريد ندوان وقابولي يرى حالك جرسي لا تصبرين هذا نودد كيسين كريم على الضيق عديد قال نرش اللي بعد ساعة ساعة ونرش بالله نيد يرى حضر هيد كذب إن هذا قف فقر أوبرتي بلا أوبرش لا وقف كيس ده قف إن كلامات كيس تو فالحقي فالحقي إسكتك فالحقي بداري أبيك كوريا أباه كنقو وحاسس وصعده يبقى توي قاسم قوان صدي حد يعرضوا الحاملين كوريا أباه إسكتك قال وحيت وماذا وما وما الذي حملك على ذلك على هذا وروحا محاكو كلفي وحنا الله ده وانكو كعيا عجيب كأ محاكو يا كويري سنيالي يا كو خصبي محاكو قلت كلفي وحنا محاكو كوجي أيا كتير قال وحيت يا فاطمة فاطمة إن لي نفسا أنا نف ما له تواقة نفس هو حيس بدن تاي نف حيسه دبدين هاي أيا الله هاي بقول يقول شرته كو وما نلت شيئا شيء ما جاره أو كم جول يستوى حن هكسيني إلا اشتهيت وحن تعلى استا ما هو خير منه شيء أن تعلى أن جاري وحكسي وأنا سمع تعلى استا أصل كيف طبعا عين كاسم الله هذا يتشير وحبار هكسده وحبار حيسية وحامر كان كم جول يستوى وحكسي وين إن هذا حيسة هو قبض صلاه وهلككم تشوفوا نفط الطواقة يعني وما حيسة بدنبور وقلبوه بحيسة وما نلت شيء ما جاران حسيني إلا اشتهيت وحن نفتي وحن تعلى هذا ما هو خير من وحكسي ونعيسن هل كيما تشوفوا اشتهيت الإمارة إن أنا بقرطوية هلا إما أمير وحلا إلى هذا هل كوزير كوتشي جرتي يا وحلا متكا اشتهيت الإمارة إن أنا أمير نقضه أي أنقل كورة تعلى هذه مدينة الله قد أمير المدينة ونقضي وإن هذا كيما أقول لك يا خليل فلما نلتها مركان جاري اشتهيت الخلافة بقرطوية لفتي الأسرة يسا أي أنت تعلى هذه فلما نلتها مركان ما أنت قال بقر لي قديينا اشتهيت وحن تعلى هذه ما هو خير منها وحبقرتو ذا كون عليه وهو الجنة واتش نظر هل كيوسر إذا المكان هي سنة يا أبو مركي هو أمير رمان إلى هيك بري إلى هيك عن توي قري حضنا خلافات يبان تعلى بقرتو يدي وأنا قال ما أنت ليدي بي ما أنت تشنا ذا أنه هيام يا أبو حق عسانه هيام يا وأنا كجوري وحي أرنب ما ملك سر إذا ميت تام ما يا حق تشنا ذا أدوية ذا ما كلا يا أبو بقرتو يسوم ما سبقوس ريا ما ها حقي آخران هذا أوجهيزتي
jannadii baan maantana deedeeyaa bu wax laga jawaabaa marka ma jirto turaa ma kula tahay buur ninkana marka faal ka bixiyay turaa ma kula tahay oo ma kula muuqata law ana taajiran nin ganacsada ah oo muusiran maal qabeel ah oo aad maal ilaahay u siiyay oo muwaddafan ama nin shaqaale dawladeed ah oo sarkaal kabiir oo weyn ah oo yaskunu degan qasran qasri weyn degan fakhman qurux badan dhismo weyn qasri waa bilaan cadiim yaani fooq weyn degan wafidaa harihi nafaisu tuhafi oo gurigiisa ay yaalaan hadiyadaha ugu qaalisan adduunyada ay yaalaan warawaa'icul furushi gogosha ugu quruxda badan iyo goglaha ugu wanaagsan adduunka ay ku goglan yihiin uma dabeedna araada uu doono ninkaasi an yatakhallaa inuu ka tago can daalika waxaasi kullihi dhammaantii lilaahi ilaahay dartii inuu uga tago hadduu ninkaasi doono ninka waxaa haysta sarkaal sare oo ku jira fooqa ama maalqabeen ganacsada ahoo taajir ahoo maalqabeena inuu ka tago hadduu damco nolosha caynkaasi raaxada leh fahal yajidu ma helayaa ninkaasi zawjato gabadhiisi xaaskiisii tuwaafiqu inay ku raacdo calaa daalika tiraahdo waad hagaagsan tahay ma helays ma kula tahay inuu helayo oo gabadha odhaysa waad wanaagsan tahay watardaa biina ka raali noqonaysa ma kula tahay watuciish macahu ay kula noolaan doonto fii qurfatayn laba qol kasoo qaad maanta laba qol oo faariqatayn madhan oon gogoli oolin oo sibir oo qeyxan inay kula noolaanaysa ma kula tahay buuri oo fii xaaratin xaafad ku yaala dayiqatan cidhiidri ah xaafad cidhiidri ah oo isku raran ah oo laba qol ah oo buuqu iyo maaratay duqsigu wareegayo oo aanay labada qolo waxba olin naagtii fooqaa kusoo noolaan jirtay oo wax ka eriyo balaayada aanay jirin uu ninkan waa iskaga guuraynaa uun halkaas aynu iska tegaynaa dar ilaahay baynu uga tegaynaa tolomay inay ku raacaysa ma kula tahay buur oo wataakul ay la cunto macaw isaga akhshana adcaam cuntada ugu qalafsan ee ugu qarxsan een dux iyo dufan midna lahayn bacda acaam intay cuni jirtay dabadeed cuntadii alladiidii macaanayd adiyadu macaanayd inuu dhahdo qamadin baynu saloolanayna gebigeenuba naagta cuntadaa ugu wanaagsan cunaysay ma kula tahay inay yeelayso waa arrin adag inay yeeshaa alladii cuntadii macaanayd kaana taakulahay cuni jirtay inay ku raacaysa ma kula tahay buuri watamshi inay ku lugayso calaa rajliha labadeeda lugood inay ku lugayso lug macaysato bedela antarkaba inay fuusho iyadoo ku bedelaysa asayaarata baabuurkii alfakhmata quruxda badnaa alkhaasata iyada u gaarka ahaa ee lagu qaadi jiray inuu idhaahdo sayled markaad tegayso suuqa lugeeyo kasoo lugee baabuur gaara baa qaadi jiray iyada oo qurux badan miyay aqbalaysaa laa adunnu buuri ninkan marka qoraagi anigu u malayn maayo ana zawjatan inay xaas ama gabadhi tarda ogolaanayso bihaada alyowm maalinkan aynu joogno ee maanta ah ina waxaasoo dhan ay ogolaanayso waad hagaagsan tahay oo ninka ku raacayso dar ilaah baynu uga tegaynaa adduunka aynu uga haajiraynaa aakhiraynu dooranaynaa inay yeelaysa ilama hawl aniga maanta oo waxaa ilaah aynu barino inu meesha wanaagsan ku noolaane nicmadan ay noodaa aynu sa alla barino ku noolaan karmayna waxaan aad sheegaysay amaa faadimatu gabadha faadima la odhan jiray allatii gabadhaasoo in faradad faadima binta cabdilmalik in faradad ku gaar noqotay bayna nisaa taariikh dumarkii soo maray sooyaalka nolosha iyo taariikhda oo dhan waxay jamiican dhammaantood kaga gaar noqotay oo ay kaga duwanayd oo ay ku suntanayd iyadu biannaha waxayd bintu khaliifatin horta boqor baa dhalay marka horeysa oo waxaa dhalay cabdimalik ibnu marwaan waa kow marwaan baa dhalay cabdimalik ibnu marwaan wa zawjatu khaliifatin nin boqorina wuu qabay waa laba ninkeeduna waa boqor waa cabdilcaziiz ibnu waa cumar ibnu cabdilcaziiz ibnu maaratay marwaan wa waktu khaliifatayni laba boqorna la walaalay ahayd laba boqorna walaalay ahayd intaasi ku abtirsatay kaana wuxuu ahaa kullun mid kasta oo minhum ka mid a aabbihid oo boqora labadeeda walaal oo laba boqora ninkeeda oo boqora yaxkuma xukumi jireen cishriina dowlatan labaatan dowladood oo min duwali haada ayaa maalmahan aynu maanta noollahay labaatan dowladood adduunyada ka samaysan baa hal dowlad ahaa ay maamulayeen oo caalamul islaam ahaa iyagu maamulayeen labaatan dowladood maanta dalka ay ku fadhiyaan ee loo qaybiyey ayay keligood maamulayeen gabadhaasi faadimatu haadihi faadimadaasi faadimatu faadima oo haadihi taasi
وحاك صومرتي قالت لزوجها إنك يدوها قتلي بعد ما سألت مرك ويدسي دبدين ووحا وحا مكل فيه ويدسي وعرفت أي قرتي مقصده وجدده أوليه ودوافع وحا كخص بيه وحا مرك قرتي وحا قتلي إسنع ما تراه وحا كلت هيال وحا أرقتوام حي وحا كلت هيال بيتر فأنا معك أنه دبوان كلس عضاه وحا آتره دبوان كلس عضاه بيتر كلتات شنة دونت هاي شنة دنينا إيغا مباحنا آنيقا بيه وحي أعد يشبه وان قتل سبه وان قرر عيا وما كنت ميه لو صاحبك مدكولي تشوغي جرسي نقول مايه في النعيم مركن البرواغادة كترني وادعك كاتق مايه في الضيق مركن عريري قال لك كاتق مايه تايين مايه إن الراحات يقول صورنا راضو مركن عريري أنه قلنا أن كاتقو ميري وراضية وانا راضية وحنا نقول رالي كاونا وقلها وحنا وقلها بما ترضى به waxaad raali ka tahay baan raali ka ahay bay tir ee in dhaqaajiyo in hoggaami halka doorayseen ku soconaynaayo wan qadaca waxa si degdeg ah fajatan wan qadaca waxa go'ay fajatan si lama filaan oo kadis ah aysu naciin noloshii barwaaqad lahayd si kadis ah ugu go'day reerki alladi barwaaqadaaso qalama ay aad u yartahay daaqayday dhandhamiyeen midna barwaaqadaaso kale almutrafuna dadka raaxada ilaahay siiyay نوع عيدون طبها أهاته مثل لما يدين النبيين آذ بو يرتهبو وجاء واحد يميد أصوغ لرهيركي عيشو شدة نرى الأدق والضيق نرى العريرية بأصوغ شيء قال واحد ير أن عرف إن قرتين أو برتين للنبيين بأ مثله رشا عريرية الفقراء تدك فقراء أه يباهن إن صومرين بو يرتهي المدقعون يقول كيالة دقاء وهذا عمود لفتل هذا المدقعون هو نقول كشيف أنا يدير بشيف كا أن قريبا يهوي بلا هيم إني دني مي بوير تنا رشة صامر عبد العزيز عمر بن عبد العزيز فاطمة بنت علي بدل مركي دمبي حاجة دمبي كم مقنتها من قطع هذا مرة هذا سكما يقول أو صوبته كنت معها لأنهما إني لبدو افتقر فقر نقدين أو أي صبور نقدين بعد غين المال قبلني ما كذب ila qof u taaxa taa wad ka istahaadu faqriyo oo baartay de xoolaba fariisa ka baxaan taa wuxuu yelaa ma jirtee sababtu taa ma yahayn walaal aan dunida inay adduyadu anzalad ku soo dajisay bihima labadooda masaaibaha balaayoyinkeedii iyo ar zaaham dibaatadeedii in adduyadu ku soo dajiso dibaato samada kaga timidna iyana ma yahayn walaakin in qadaca nolosha raaxada waxa uu go'do waxa ahayn la in laanahuma labadoodu aasara waxay doorteen نعيم النعمة دورتين أبقى كوقت بدن أو كوارثان بدن وأخلد كوارثان بدن أو إلهي حقي سأه يحق الله إلي تشنأه نعيم النعمة دورتين لا يزول أنبا بأي على حين يزول وقت بابا إيسو كل نعيم النعمة أو رمي في الدنيا نعمة كستو أدونك لغوها إيسا وقت بابا إيسو تأنبا بأي أبدي إيه تشري سيد شوقي سأه وآخرا بي دورتين ما يهين فرمان ناكو لعضي ما يهين باهية مصائبها ليس ما يهين وبدأ وحو بلابي عمر وحو كب بلابي عم عبد العزيز وحو بلابي قرشيه وكتل قري تبدأ محو سمي وارتفع اعتقى وحو حري ألي ما الدوما دي دمر كهابو حري إيساق أشقين شري والعبيد الدوما دي رقا هانا وحو حري وصرح وحو سيدا وشقاته كفص حي الخدم الشقاله وأذيقي شرينا وحو رشقاته أذيقي شري قصر تويد ولو وريقينا وحو رشق شقاته يقوريكي سبا كيقوريكي سكا أذيقي وترك القصر فوق قيس بكتي جبي سبا ودكنا أمير بوها أمر كوره أنت أنا خليفها نقول ورد وح علي ما كان له وح سقورها فيه بقر كيس قصر كيس تحيا لي نعمها أرضا موض ينول وح هي إلى بيت المال بنجا مسلمين تكو علي حاله فوق قيس يا الأرض فوقنا وكبح وسكان وح دقي دار نقول بود دقي صغيرة تنير أو شمال المسجد مسائلك حق وقوي كذا تلا أيوة دوا أنت يرلك هيد إمارتي ويرين تاسع إمارتي هي أيها أنتيا وكانوا يروحوا هانشري في دار الحكم مركو فردي جوريجا مامرك يبغرتو يدا أقعد دار حاكمك أمام خليفها بغرك أو كرتيدا بضموه وأحزم ملك بغرك أو قان أدق بوه أو قان أدق وعدل خليفة بغرك وح أها أو قرص
garsoor wanaagsan ee ugu xaqaanisan ee dulmi aqoon faida jaa markuu yimaado daaraha guriga reerkiisu degan yahayna haadihi tana asagirati ayar kana fiha wuxuu ahaan jiray ka waaxidin mid kamida dadka oo kale min qimaari naas dadka aan la aqoon qimaar dadka aan la aqoon ee aan magac lahayn ee maamuus weyn balahayn ee iska masaakiinta se uu noolaayeen buu noolaa markuu gurigiisa yimaadana marka ninka ugu cadaalad badan ee ugu kartida badan ee ugu go'aan adag buu markuu xafiiska fadhiyo jaad imraatun qabar baa timid min misr dalka masar bay ka timid turidu gabadhaas waxay doonaysay an talqaan ay la kulanto al khaliifata boqorka masar bay ka timid isaguna wuxuu joogaa shaam dimashq ayuu joogaa halkaas ay ahaayeen khilaafadu ee umawiyintu waxa weeyaan waa dimashq caasimadda suuriya maanta fay tasalu waxay weydiinaysay dadka aan qasri boqorka boqorku qasriga iyo fooqa uu degan yahay bay weydiisay fadalluha dadkii waxay tuseen calaa daarin guri bay tuseen calaa daari gurigiisa bay tuseen guriga boqorka waa kan bay idhaheen fa wasalad way soo gaadhay gurigii fawajadad waxay aragtay imra'atan gabadh calaa bisaadin ku fadhida gogol sali yar maalan ama gogol yar oo muraqacin la karkarayba laisku karkaray ama intu dilaacay marooyin lagu karay ayay gabadhaas ku fadhidaa bisiyaabin waxay xiran tahay dhar atiiqatin muraqacin bisiyaabin atiiqatin muraqacin waxaa lagu kabkabay bisiyaabin baa lagu kabkabay maryo atiiqatin hun ah oo gaboobay muraqacin waxa ay xidhan tahay kugula taltulay oo la karkaray bisiyaabin atiiqatin dhar baaliyana way xidhan tahay iyadu maxay xidhan tahay dhar baali ah oo gaboobay waxaa aragtay warajula nina way aragtay yadaahu labadiisa gacmood ay ku jiraan fitiina dhoobo walaaqaya dhoobo maleelaya oo yuslixu jidaarahu guriga ku hagaajan dhoobo la dhacay gidaarka guriga fidaari guriga jidaar guriga gidaar ku yaalu dhoobo la dhacaya fatasaalat way weydi ay aragtay yuslixu jidaar fidaar fatasaalat way weydiisay waxa gabadhii waxa weydiisay fadushihad waxay ka naxday way naxday gabadhii markay wareysatay gurigii ay gabadhii naxday fasaalad way weydiisay fadushihad way naxday naxdin baa loo keenay maxay la naxday gabadhu lama calimad markii ogaatay ana lamarata gabadhan alqaacidata ku fadhida alalbasaad gogashan karkarani hiya inay tahay faadimatu bint cabdilmalik inay tahay bay ogaatay qofda meesha iska fadhiyay moodaysa markii horanka aragtay bay tahay ay dib u naxday oo dib u joogsatay wartaacad way sastay minha gabadhii ba ka sastay tahayuban iyadoo ka baqaysa ila waa boqorada waa inantii boqorku dhalay waa xaaskii boqorka gurigii boqortay dhex joogta waa faadimo dabadna baqasha ku dhacday sas baa ku dhacay fa anasata way dejisay waxa tiri faadimo tibaad iska habaan nixinay waa iska caadi oo soo fadhiiso walaal oo kaalay oo way soo ugaadhay saskii ku dhacay ay soo ugaadhay xataa idmaanat way xasisay gabadha ilaahay xaggeeda way isku haleysoo qalbigeeda uu kusoo xasilayo kusoo dadowday ma maqashay kusoo dadowday way kusoo dhawaatay way weheshatay wa aanisat way weheshatay biha ayadi bay weheshato ayda inay la noolaan karto qof wanaagsan taa bay aragtay faqaad waxaad yaa sayidati madax sayidadeyda marwadeydii alaa tatasattarina miyaanad iska asturayn an hada tayaan ninkan dhoobada walaaqaya miyaanad iska asturayn aanad waa kan isna ku agtaagan adna wada agtaagantahay miyaanad iska asturayn ismalaha ninkan waa ninkii boqorka ahaa ismalaha ee fofta samad way qososhay faadimatu faadima qososhay waqaal waxay tahay haada dayaan kan dhoobo walaaqaya soo maaragtid huwa amiru lmuminiin kana amiru lmuminiin kii aada socotay waa kan dhoobada walaaqaya warkaasay sii yaabtay oo maaragtay ayda yaab kalaa kusii dhacaya jaahu waxa u yimid fii khilaafatihi markuu boqorka ahaa waxa u yimid baayicu qumaash nin dharka iibiya u yimid maalin yacridu caleyh wuxuu soo bandhigay waa cumar bin cabdilcasiis sawban maro samanuhu lacagtiisu ay tahay amaniyati daraahim sideed dirham bay ahayd sideed dirham faqaala cumar baa yidhi innahu xasan waa maro wanaagsan maradan walowlaa annahu ancamu haddaanu ka jilicsanayn oo aanu ka nucuumsanayn mimaa yanbagiy sidii wanaagsan uu kasii wanaagsan yahay sidii wanaagsanayn ahaadu ka wanaagsan yahay buuri uu ka jilicsan yacni maradu way ka sarraysaa heerkii fiicnayd oo way ka maaragtay raaxo badan tahay tu ka adag ayaa ka wanaagsanay tan ayuu yidhi
فقال رجل نكبا لي لقد جئتك نيو وحن كوكا عمر وانت امير المدينة بقول كي اديقو المدينة قبل قاها يستا ايام كوكا بثوب مرو ثمن العقدس وايتهاي 5000 درهم اما كوا 6 درهم شن كن او درهم بان مد كوكا بريغا بقول امير كاهي فقلت وحاتري لي انا قاعد ايقو يري ان وحسن هو ونغسن يهي لولا انه خشن الا لدنتي سعدك ومد كوا ونغسن با ان كجعل كشل عسن با ديقو imgaa sidee dirham baad leedahay ku kaadag baan ficnaa shan kun baan kugu keenay mid shan kun oo aad waliba ka aad balaftay oo biyadiidi oo tir ku ka jiraa samayn qoreyn laha bariga hore aad buu raaxo jacal war xag rag badna taasana soo martay uu leeyahay adiga imka saasadna leedahay wa marido uu bukooday al khaliifatu buqorku marata mar buu bukooday wakaala calayhi qamisun qamis buu gashana wasiqun uska geysan ayuu xidna fa dakhala maslamatu min abd al malik oo inaadeerki ruma oo gabadhan haaskan ay walaalayeen ayaa soo galay ala akhti walaashibuyin faqala wuxuu leey laha walaashibuhu ya faadimatu faadimo iqsilu kamayra qamis amirul mu'minin qamiskan wuxuu leey kamayra qalad waxa dinaam waaye habayta naam waaye faada uu soo noqday meel qadi bariba hadana ku soo noqday waxaanu sanayay faydahu walam yuqsal lama mayrin wasidisi faqala wuxuu leey ya faadimatu faadimo oo walaashibuhu laha leey iqsilu mayra qamis amir almu'minin amruna ka boqorka ta qamiska ka mayra wuxuu ugu dareen maanta faynanaas ay dhuluna dad baa u soo galay calaahi boqorka oo soo booqanaya maradan ay ku arkeen qamiskan aan nadiif tahayn ka mayra faqaad waxay tahay wallahi ilaahay waxaan ugu dhaartay maalahu qamisun gairuhu mid laga gabadelo inta loo mayriyo maba lahaba mid inta laga gabadelayo loo inta loo mayriyo loogu bedelo maray waa kaas oo kaliya walam yadac kama tagin min alkhadami dadkii shaqaalaha ahaa إلا غلاما صغير إن يربو كرهبا وشقال أديقة كان هو الخادم وحوها شقالها كلية الوحيد كان هو الخادم الوحيد شقالها قربوها في قصر الخلافة فوق بقرطوية كاسا كشقين شريك بي جيسوا فوضعت وحاو صوركتي له يساق فاطمة فاطمة وصوركتي يوما مال أي وصوركتي فوضعت له الفاطمة فاطمة أين كاو صوركتي أدعى معن تدي يوما مال بوصوركتي فضجر وعراضي الخادم انك شقالها وتبرم وعراض ابو عراضي وسعن عرا وقال و خوري عدس 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 ما مصر ما نغو دابوري كل يوم عدس ما انا مصر بان انا كرينا نغي ما دغي وحان فاضي انه كين سامات بدلين با ميد بدلي با اقون ميان سانو نهي ما دمر بان نهي بولي يعني ما رول بو ادسين سان اما سيد كيغو مخو يا كي ام باد نغو سوكلينسا قالت فاطمه تو حيتي يا بني ان كيغيو هذا كني طعام أمير مولاك أمير المؤمنين وطعام كي نكي كحري المؤمنين تورن بقر كواهي عنتضم عنا واتاسم وشتها وحش على استي الخليفة تبقر كوح وقفه مجاجع عنتضم مجاجع ما مجا شيء ما وقفه حسي شيء أما هي اللي بها نقض أما حكر لها نقض وشتها وحش على استي الخليفة تبقر كوا عمر يوما ما رين يؤذو حسي العنب إنه عنب هلا وعنب رميه فقال وحول يا فاطمة فاطمة وحاسيسي عندك درهم هل درهم ما هيسا نشري به عنبا عنبا صوصي سنة ما أنت عنبا نحو صنعنا قال وحتي أنت أمير المؤمنين هذه بقول كي مؤمنين تاه ولا تقدر ما كري كرتي هذا على درهم هل شري المهيستي تشتري به عنبا هذا عنب صوصي ما أنا هذا كيان حقا كيان أنا هذه قوان هين صوتي ما بقول كي أن هيسنين قال وحول يا فاطمة فاطمة ما بقي مهرين لي أنا إلا هذه القطعة قيب تاير من الأرض الأولى أيوم بقى إيه هذي وريعها نقالها يجا صوغلا ريعها وح يجا صوغلا أنا لا يكاد مبدوا يقوم إنه كف الله بحاجات باهية يجا ما دبولي كرو وح يجا صوغلي ما كان وح بيسكح كرن ماي والصبر على هذا إن أن تكون صبره نبتها مانت أي أهون يجا نبير من الصبر إن أكون صبره على نار الجهنم نار الجهنم صبر كذا وح يجا فض إن المانت اللي بعطاها كون صبره نبوي هيسا لكن تجهنا ما كبقي ولم يكن قد بقي لفاطمة فاطمة وغموهر من أيام النعيم ما لمه الراحة صومرتي وحي أي كهنت لي إلا جواهرها وحي أي سكوح قرحيني سي جوهرتي معدن تهاقر أو صهري أكام قد جوجنا والله أعلم بسبب الله التوفيق